أنا اسمي أحمد عنتر، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري. ممكن تعرفنا أهمية لقاء النهاردة؟ أهمية لقاء النهاردة أنه بيعكس هي مبادرة الحزام والحرير، إعادة إحياء الطريق البري والبحري اللي بيربط آسيا بأوروبا. الصين رجع بقوة لتأمين الممرات الخاصة بوارداتها من الإمدادات زي مواد خام وخلافه، وتأمين طرق لصادراتها من السلع الصناعية. هل ده مثلا يعني تأسيس لمؤتمر جاي ده زي ما كنت في الدعوة ولا؟ هو تأسيس طبعا، هو يعني اختيار انه هيحصل ده في مصر، المؤتمر ده في مصر وبالاشتراك مع الصين، بيعكس اهمية مصر سياسيا واقتصاديا وتجاريا بالنسبة للصين. طيب حضرتك شايف مصر استثماري ازاي خلال الفترة الأخيرة، خاصة في انتظار الاستثمار؟ المناخ الاستثماري في مصر أصبح جاذب للاستثمارات الأجنبية دلوقتي من خلال عدة خطوات اتخذتها الحكومة والجهات الأخرى، منها مثلا تعويم الجنيه، منها القانون الاستثمار هو لسه حاليا في إطار المراجعة وحيعرض على البرلمان إن شاء الله. عدة خطوات اتخذت، منها مثلا الدعم وهكذا، دي كلها خطوات بتأثر على بشكل جاذب على الاستثمارات الأجنبية. طيب وجهة نظر حضرتك بالنسبة للدولار، هينخفض تاني ولا هيرتفع ولا امتى هيستقر؟ لا دي يعني مش ملهاش دعوة بالاستثمار قوي، يعني دي يعني هل ده مأثر على الاستثمار في مصر؟ عدم استقراره كده يعني ده ما نقدرش نقول ان هو غير مستقر. الدولار ما اقدرش اقول ان هو غير مستقر، الدولار من ساعة ما حصل تعويم هو سعره الى حد كبير مستقر يعني. طيب بالنسبة للدولار السوري، بالنسبه لايه فندم؟ هو حاليا بيعاد كل بيتم تحديد سعره كل اسبوعين.